الغير واعية الطفيلية التي تحاول أن تدمر هذا الوعي هي اللي جاء تكسح، هي اللي جاء تأخذ من عندنا شبابنا. شبابنا جاي يروحون للتطبير، شبابنا جاي يروحون للسب والفشار واللعن والكلام القبيح، شبابنا جاي يروحون للأحلام والأطياف وللهالخزعبلات القصص. وإذا ما تحكي له حكي حكي ما يعجبه هذا الحكي، وكل هدفه لأنه إحنا أصبحنا رقم صعب الآن، أصبحنا نرفع سعر الدولار من الصين، أصبحنا نؤثر على سعر البترول، أصبحنا نغير ونؤثر على اللعبة الدولية. ومن كل هذا صار بسبب الوعي. والله كنا نقعد من الصبح لليل نقرأ زيارة عاشوراء، ما حد بحالنا، والحاكم العسكري شافنا دقون الطوم قال ايش يسوون، قال يلطمون على الحسين. وذيك الايام اللطم على الحسين ما يخوف احد، قال خلي يلطمون للصبح. وسمعنا نؤذن وقال هذا شيء يقول، قال يؤذن للصلاه، اذا ما تاثر علينا خلي يؤذنون للصبح، واذا يطبرون. قامت الممثليه المندوب السامي للعرش البريطاني، هو يامر بجلب القماش الابيض من الهند لعمل اكفان للمتطبرين. قالوا رجعوا على الوردي ومع الوردي موثقيه، وانتم هنا بريطانيا روحوا للوثائق البريطانيه وشوفوا الوثيقه الامر الصادر الى المندوب السامي مال الهند وشرق اسيا كيف بتصدير القماش الابيض. ليش؟ والله بالعراق اكو شحه. ما كان الحسين ولا كان يهز. اما من تحول الاسلام والوعي الحسين الى صدق بالوعي، اي لا شوف هذه امور يجب ان ننتبه لها. يحارب الوعي بالضد النوعي.